والله لا والله اجابات ما شاء الله يعني الصراحه يعني افدت منك بحاجات كتيره. يعني في حاجه كده حصلت معايا ونفس اللي انت قلته بالظبط. الله يبارك فيك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. ربنا يسعدك يا رب ورزقك ان شاء الله. الشعر اللي بيقع، الشعر اللي بيقع ده من ايه بقى؟ طب انا هقول لك اسباب تساقط الشعر دلوقتي برضه عشان يبقى عندك خلفيه. تمام ماشي. لما نيجي نتكلم مثلا نكون على اسباب تساقط الشعر بنقول متلازمه تكيس المبايض من ضمن الاسباب الرئيسيه عند الستات، متلازمه تكيس المبايض. فاحنا لو عندنا مشاكل في تكيس المبايض برضو ممكن تبقى سبب في تساقط الشعر. ممكن الرعايه المفرطه، انا بهتم بنفسي اكتر من اللازم، انا بحب نفسي قوي. طبعا كويس حب نفسي، كلنا بنحب، انا بحب نفسي، ما فيش اللي ما بيحبش نفسه اصلا مش انسان. يعني ما فيش حد ما بيحب. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحب نفسه، يعني حتى كان بيحب نفسه اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجع غير، رجع غير كلامه. وما غير كلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الان اكتمل يا عمر، يعني اكتمل ايمانه، اكتمل ايمان سيدنا عمر بن الخطاب كنتيجه ان هو يعني محب النبي اكتر من نفسه. عشان كده احنا بنحب النبي اكتر من نفسنا. يبقى النقطه الاساسيه اللي هي الرعايه المفرطه، الرعايه المفرطه اللي مثلا نستخدم كلمات كتير، نستخدم حاجات زي كتير مره، كل كتير كتير اكتر من اللازم كنتيجه للرعايه المفرطه، برضو بيحدث عندنا تساقط في الشعر. اي حاجه بتزيد عن حدها بتنقلب لضدها. فاي حاجه الاستخدام المعتدل وتعرفي الجرعه مثلا من اي حاجه هتستعمليها على شعرك ضروري جدا علشان ما ناخدش اكتر ولا ناخد قليل، يبقى ناخد الجرعه المظبوطه اللي ما تاثرش ان الشعر بتاعنا يقع. يبقى تاني حاجه الرعايه المفرطه، وديت برضو شائعه جدا عند الستات. ثالث حاجه فقدان الوزن، طبعا ده مش موجود عندك. الشخص ما بيخس او بينحف وكنتيجه ان هو ماشي على نظام غلط او اكل غلط، والاكل ده غلط، فكنتيجه نقص عناصر غذائيه برضو ممكن يحدث عنده تساقط في الشعر. فعشان كده بنقول يا جماعه لو انتوا عايزين تخسوا اهم حاجه ان احنا نمشي على نظام غذائي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر. لا ده مش عندي، لا ده مش عندي، بس انا بكلمك بشكل عام. يعني مرض الزئبه، مرض الزئبه ده برضو مرض جلدي، مرض الزئبه ده مرض جلدي ممكن برضو احد اسباب تساقط الشعر، طبعا برضو بنستبعده. بنقول مثلا امراض جلديه معينه برضو ممكن تبقى سبب، فقر الدم واللي كنتيجه ليه نقص فيتامين بي 12 ونقص اقراص الحديد ونقص الفوليك اسيد، الثلاثه مع بعض ناقصهم بيسببوا الانيميا. لو احنا عندنا انيميا، الانيميا سبب في تساقط الشعر. فعشان كده لو عندنا انيميا بنقول العلاج بتاعها بشكل سريع كده اقراص الحديد مع فيتامين بي 12 مع حمض الفوليك، الثلاثه يتاخدوا مع بعض مع 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 الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد. يبقى قلنا فقر الدم بسبب نقص الحديد برضو، يبقى احنا قلنا العلاج بتاعه ايه؟ قلنا اقراص الحديد اللي بتحتوي، وبناخد فيتامين بي 12 وبناخد حمض الفوليك، ومعاهم بناخد الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد زي ايه؟ زي العسل زي العسل الاسمر والبتنجان والعسل الاسمر واللحمه الحمراء والبتنجان والعسل الاسمر واللحمه الحمراء والعسل الاسمر والطمر، كل هذه الاشياء. طبعا لو عندك زياده في الوزن ما تفرطيش، ما تزوديش قوي في الكيل المجفف، ما تزوديش قوي في الطمر. يعني ممكن تركزي مثلا على اللحمه الحمراء، الكبده، الكلاوي، العسل الاسود، الحاجات المهمه يعني. ممكن تركز مثلا في البتنجان والسبانخ، البتنجان والسبانخ والمندبق دول افضل حاجات ممكن نستخدمهم لو احنا عندنا انيميا. منهم يساعدونا ان احنا نخس، ومنهم يساعدونا ان احنا نعالج الانيميا اللي عندنا اللي ممكن تكون سبب في تساقط الشعر اللي موجوده عندنا. برضو مشاكل الغده الدرقيه ممكن تبقى سبب في تساقط الشعر، دي برضو اهم الاسباب الاساسيه. في اسباب كتير بس دي اهمهم اللي احنا بنشوفه في العيادات يعني. والله هو فعلا يعني المفروض اعمل تحليل الحديد ده وتحليل، لا اسمها تحليل صوره الدم كامله، اكتبيها صوره الدم كامله، تحليل صوره الدم كامله، صوره الدم كامله. تمام ماشي. ده عشان يعرف هل عندنا انيميا ولا لا، ونعرف تركيز الهيموجلوبين اللي عندنا قد ايه علشان نمشي عليه على جرعات معينه بحيث ان احنا برضو نساعد نفسنا ان احنا يعني نساعد نفسنا ان احنا يعني نعالج نفسنا بشكل مبكر. يعني لان الانيميا ممكن تبقى سبب في زياده الوزن، وممكن الانيميا تبقى سبب في تساقط الشعر، فالاثنين مع بعض. تمام ماشي. هو انت حضرتك قاعد في مصر ولا قاعد بره؟ انا قاعد في تركيا، انا طبيب في تركيا. فين؟ في تركيا. احسن، ربنا يسعدك يا رب ويرزقك ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين.
ماشي، تمام. أي أسئلة؟ عندك أي أسئلة تانية؟ لو عندك أي أسئلة ممكن تسأليني تحت أمرك. والله لا والله إجابات ما شاء الله، يعني الصراحة يعني أفدت منك في حاجات كتيرة. يعني في حاجة كده حصلت معايا ونفس اللي أنت قلته بالظبط. الله يبارك فيك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. خلاص ربنا يسعدك يا رب ويرزقك إن شاء الله.